الموضوع أسعد باستضافة الدكتور بقات بركاني رئيس عمدة الأطباء الجزائريين والمختص في الأمراض الصدرية. أهلا بكم دكتور بركاني. أهلا وسهلا وصباح الخير. مرحبا. إذا دكتور بقات بركاني، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة نسجل حالات إغماءات وضربات الشمس لدى أوساط الأطفال وكبار السن، وبالخصوص فئة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة. كيف يتم ربما نصائحكم لهذه الفئات للتعامل مع الارتفاع في درجات الحرارة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأمراض، يعني الناس اللي يملكوا أمراض مزمنة منها، خاصة مرضى الربو، يتأثروا كثير من الحرارة يعني الشديدة. لماذا؟ لأن الحرارة تؤدي إلى نوع من الرطوبة كذلك، هي تأثر على الأمراض. واش ننصحوا هذا المرضى؟ هذه أولا يتبعوا نصائح الطبيب نتاعهم، الطبيب يعني اللي يعالجهم. لماذا؟ لأنه هناك كاين بعض الاحتياطات اللي لازم ياخذوها بالنسبة للتأثير تاع المحيط. مثلا لازم ما يتركوش الأدوية نتاعهم، لأن أدوية دائمة باش يبقاو القصبات الهوائية في المفعول يعني بصفة عادية. ثانيا يبقاو مثلا في اليوم يكون لهم، اليوم أصبحنا في عهد المكيفات وغير ذلك من وسائل التبريد، يصبحون في حجر يعني تكون الحرارة معتدلة بالنسبة إليهم باش يتنفسوا في ظروف حسنة، سواء اللي عندهم مرض مزمنة وحتى الأطفال، وحتى كما ذكرتم النساء الحاملات، لأن عندما تشتد الحرارة يصبح الجهاز التنفسي يعاني الإنسان يعني العادي، ونتحرك الإنسان يعني اللي عنده مرض يعني مزمن، خاصة أمراض القصبات الهوائية هي البرونشيت وغير ذلك. صحيح. شكرا جزيلا لكم دكتور بقات بركاني رئيس عمدة الأطباء الجزائريين على هذه النصائح.